بالتأكيد بالأمس كان الاحتفال باليوم العالمي للمرأة اللي هو 8 مارس. بالتأكيد كل عام وكل السيدات بألف خير، كل عام وانتو دايما منجزات في الحياة بشكل عام، وبرغم الظروف دائما قادرين على العطاء وقادرين على الإنجاز في كل مكان وفي كل زمان، وقادرين على العطاء بحب في كل الظروف وفي كل الأوقات. لكم طاقة دائما مختلفة، تمنياتي دائما بين أمهاتنا وخالاتنا وصديقاتنا وزميلاتنا دائما هم بألف خير. وبالتأكيد نذهب مباشرة لنقرأ عناوين صحف الخرطوم الصادرة هذا الصباح. نبدأ بصحيفة الجريدة اللي عنونت تحقيق للجريدة وثيقة بتكشف تزوير شهادات عبر إيميل مدير الجامعة المفتوحة. وقفة احتجاجية لا لقهر النساء ضد القوانين المقيدة تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة. وأديب يصرح نجاح ورشة العدالة والعدالة الانتقالية رهين بمشاركة أصحاب المصلحة. وصحة الخرطوم فيروس كورونا ما زال منتشرا. وفد من الحرية والتغيير يتوجه إلى الإمارات. وإدارة الطوارئ والأوبئة بالخرطوم بتطلق إنذارا مبكرا. وترك يحضر نشر أي مواد تضر بالسلم الاجتماعي والتعايش السلمي بشرق السودان. ومصر تخطط لربط القطار السريع مع السودان. السفير الأمريكي الكنداكا السودانية اليوم قوية وشجاعة. والنائب العام يوجه بتسريع التحري في بلاغ الشهيد إبراهيم مجذوب. والنيابة توجه أيضا تهمة القتل العمد للمتورطين في مقتل شهيدين وتحيلهم إلى المحكمة. ننتقل إلى صحيفة السودان الدولية ونطالع الشعبي للسودان الدولية. لا يوجد ما يستدعي تأجيل إعلان الحكومة. ووفد من الحرية والتغيير يغادر إلى الإمارات. والشعب للسودان الدولية لا يوجد ما يستدعي تأجيل إعلان الحكومة. ونقرأ أيضا اتجاه لتطبيق إلزامية التعليم بالفشقة. والسيطرة على حريق وإخماده في مدرسة بود مدني. والظروف الأمنية تؤجل محاكمة القانوني ناجي مصطفى. النيابة تحيل بلاغ الشهيد الفاتح النمير ودكتور بابكر عبد الحميد للقضاء. ومصادر بتكشف عن رفع ملف قضية مقتل دكتور مجدي ووالدته للبرهان. ونطالع في صحيفة الوطن. نقرأ النيابة تحيل بلاغات مقتل ثوار للقضاء. وتفاصيل قرار ترك بخصوص نشاط مجلس البيع. وفد من الحرية والتغيير يغادر إلى الإمارات. وانتقادات لربط فاتورة المياه مع الكهرباء للمساجد.
الخمور المستوردة. جزولي يكشف عن مخطط ثلاثي الأبعاد لإشاعة الفوضى. وأيضا نطالع في الإهرام اليوم التفاصيل الكاملة لزيارة وفد الحرية والتغيير للإمارات. وقفة احتجاجية رفضا لعنف الدولة في اليوم العالمي للمرأة. والبركة فقدنا تضامن من العالم من شركات لإعادة لإحجام المواطنين عن التأمين. وأيضا تنبيه لوحدة الإنذار المبكر في السودان اللي كان فيها إنه الهيئة العامة للإرصاد الجوي في السودان إنه درجات الحرارة ستنخفض بشقيها العظمى والصغرى. وفي أخبار اليوم، خبراء يعتزمون زيارة السودان لتشريح جثامين متظاهرين. وفد قوى الحرية والتغيير يتوجه إلى الإمارات. فالجيش ينفي تجنيد مقاتلين على أساس قبلي في دارفور. وحرائق هائلة بتلتهم عشرات المنازل في دارفور. والمرشح لرئاسة مجلس الوزراء الانتقالي يؤكد الاهتمام بقضايا شباب المقاومة وأسر الشهداء. وقطاع التنمية الاقتصادية يناقش اتفاقية للشراكة التجارية بين السودان وتركيا. ونقرأ أيضا في صحيفة الوفاق، وفد من الحرية والتغيير إلى الإمارات. واجتماع بقيادة كباشي يبحث الحريات الأربع مع دبي. والنيابة تتسلم ملفات دعاوي الشهداء والانتهاكات. وزير التنمية يؤكد وضع مسودة قانون لمكافحة كافة أشكال العنف ضد النساء. وزارة المالية بتحتفل بيوم المرأة العالمي. ومدير عام البنى التحتية بولاية كسلة يؤكد على معالجة مشاكل السكن بحلفة. والري تفريغ خزان جبل أولية ابتداء من الأربعاء 15 من مارس. ومدير الجمارك يتفقد سير العمل بالولاية الشمالية. وصحيفة اليوم التالي نقرأ الجيش الأوضاع تحت السيطرة. ومحادثات مصرية أمريكية لحل الأزمة السودانية. والجمارك تتعاقد مع شركة أمريكية لمراقبة المعابر الحدودية. واجتماع بالقصر يؤكد على الحريات الأربع مع دولة الجنوب. وأغنى مساجد السودان بالأوقاف يلجأ للخيرين قبل شهر رمضان. وتصريح لمستشار بوزارة العدل، السودان أصبح بؤرة للإتجار بالبشر. وفد قيادي من مركز الحرية والتغيير يغادر إلى الإمارات. والنيابة تحيل بلاغ الشهيد الفاتح النمير ودكتور بابكر إلى القضاء. وننتقل مباشرة إلى صحيفة الصيحة لنقرأ: الجيش لم نجد مقاتلين على أساس قبلي، أو لم نجند مقاتلين على أساس قبلي بدارفور. ومزارعين يشرعون في مقاضاة ديوان الزكاة.
النيابة تحيل بلاغات شهداء إلى المحكمة. وأحمد المهدي يدعو لمساندة سيادة البلاد خلال المرحلة الحالية. والدعم السريع حسم الظواهر السالبة بالمناطق الحدودية. ومصر تعول على دور عربي لحل أزمة سد النهضة. وأحمد المهدي أو اجتماع بالقصر يناقش مسودة للحريات الأربع بين الخرطوم وجمعة. وفد من الحرية والتغيير إلى أبو ظبي للقاء القيادة الإماراتية. والسوداني الدولية أو الصحيفة السوداني نقرأ خالد عمر يوسف: لن يستطيع حزب واحد بمفرده الفوز في الانتخابات القادمة. النيابة تحيل بلاغات استشهاد النمير وبابكر عبد الحميد إلى المحكمة. وتصريح لآخر في صحيفة: كباشي يترأس اجتماع الحريات الأربع مع جنوب السودان. ونختتم قراءة الصحف بصحيفة الانتباه: الجيش لم نجند مقاتلين على أساس قبلي في دارفور. وأجهزة أمريكية حديثة للكشف عن المخدرات بالمعابر. والحرية والتغيير ترسل وفد رفيع المستوى إلى الإمارات. ومسؤول 700 عنصر من الدعم السريع في الخرطوم لتلقي تدريبات عسكرية. وبالتأكيد هي قراءتنا لهذا اليوم لصحف الخرطوم الصادرة هذا الصباح.